من الموضوع ده هننتقل لحاجة تانية. يمكن في شهر يناير اللي فات كنا عرضنا في البرنامج مع زميلة العزيزة إيمان الحصري تقرير عن حالة طفلين، هما يوسف وأحمد محمد عبد العظيم. الطفلين دول معروفين إعلاميا بطفلي الوجه المتضخم، يعني وجههم متضخم شوية عن العادي. أحمد ويوسف اتولدوا وهم مصابين بهذا المرض النادر اللي أدى لوجود تشوهات خلقية في وشهم. طبعا نتيجة هذه التشوهات للأسف الولاد تعرضوا لتنمر شديد جدا. والدهم من خلال البرنامج ناشد المسؤولين، ومجلس الوزراء الحقيقة استجاب متفضلا لعلاجهم. خلونا نشوف مع حضراتكم الصور قبل العلاج كانت ازاي، وحاليا وهم خلال مرحلة العلاج ازاي. الصورة اللي معانا دلوقتي دي كانت قبل بداية العلاج، يعني في الأول خالص وقت ما تم عرض هذا التقرير في يناير اللي فات. الصورة دي بقى دي الصورة اللي هي بعد بقى مرحلة العلاج، بعد 7 شهور من العلاج. برضو طبعا يعني الموضوع ده مش من الحاجات اللي بيتم علاجها سريعا، يعني بتاخد وقت طويل زي ما حضراتكم شايفين. ولكن على الأقل بدأوا يتلقوا العلاج وبدأوا يشوفوا نتيجة إلى حد ما يعني شوية مرضية. معانا على التليفون أستاذ محمد عبد العظيم والد الطفلين. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. عايزين نطمن على يوسف وعلى أحمد. أنا هستأذن الحمد حضرتك بس لله. لو ممكن توطي التلفزيون علشان ماشي. حضرتك تسمعني كويس، ما يبقاش في صدى صوت. ماشي. بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. أستاذ محمد طمنا على حالة يوسف وعلى حالة أحمد. الحمد لله والله تمام، الحمد لله كويسين. طب حالتهم النفسية إيه؟ يعني هل ابتدوا يخرجوا لما حد بيشوفهم ما بيتنمرش لا عليهم؟ الحالة النفسية اتحسنت كتير عن الأول الحمد لله. طب الحمد لله. حياتك شايفها اتحسنت ازاي؟ يعني مثلا من احتكاكهم بصحابهم بالجيران؟ والله الدنيا اتغيرت من بعد ما الناس عرفت على النت وشافوا صورهم في الاول والناس تعاطفت معاهم، فالدنيا اتغيرت بالنسبه لهم، حتى ما عادش في تنمر زي الاول، الناس قعدت كتير متعاطفه معاهم. طب الحمد لله الحمد لله. طب فالحمد لله احكي الحمد لنا لله. على مراحل العلاج بعد استجابه مجلس الوزراء لعلاجهم، احكي لنا يعني بداوا ازاي العلاج وبتتلقوه فين و بنشكر رئاسه الوزراء على الاستجابه السريعه اللي هم استجابوها لاحمد ويوسف. وبدايه العلاج كنا في شهر واحد عملنا اشاعات لاحمد ويوسف. جه كان الدكتور طارق البنوبي اتبنى حاله يوسف، فلما شاف عينه قال لازم تدخل جراحه سريعه في العين عشان العين كانت قربت تنتهي. وعمل لنا نموذج ليوسف اشتغل عليه، عمل زي جمجمه مصغره كده يشتغل عليها، فدي خدت وقت. فبدانا مرحله العلاج يوم 7/3. قعد في المستشفى الحسين الجامعي من 7/3، خرجنا من المستشفى 11/4. والحمد لله يعني شهر اتابعنا مع تقريبا الدكتور يعني. بعد العملية 4 5 مرات كده، كان بيطمن عليه وعملنا أشعة بعد العملية تاني يعني. فالدنيا الحمد لله عند يوسف في العين مستقرة شوية الحمد لله. طب الحمد لله. يعني بدأ يشوف أكتر دلوقتي أو بوضوح أكتر؟ بوضوح كتير، حتى العين اللي كانت متغطية خالص ديت برضك قعد بشوف بقى يعني إيه مسافة يعني مش صغيرة برضك، الأول كانت متغطية خالص. والعين التانية اللي هي كانت يعتبر سليمة كان لازم يرفع الحاجب كده عشان يشوف قدامه. فالوقت ما عادش بيرفع بقى يعني عاد الاتنين يعني الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب الدكتور بيقول لكم ايه يا استاذ محمد؟ مراحل العلاج هتستمر لفترة قد ايه؟ وكل قد ايه لازم تروحوا تعملوا متابعة؟ هل في اي نوع من انواع العمليات اللي لازم يخضعوا لها مرة تانية علشان الحالة تتحسن؟ لسه في مراحل تانية. يوسف برضك لسه له مراحل للعين، والدكتور ادانا مسافة يعني من 4 5 شهور، قال في حاجات هتتغير في مجرى العين لسه، فهو مديها يعني الفترة ديت عشان يشوف التطورات اللي هتحصل، عشان هو شال العظم من العين ومركب حاجات في قلب العين. فهو دلوقتي هيشوف بس مدى الاستجابة للحاجات اللي هو ركبها العين دي، الأنسجة تنتهي يعني مع بعضها، الورم كان ظاهر بيبدأ يختفي واحدة واحدة.
فدلوقتي متابعين صور معاه ومتابعين معاه الوقت. وكنا قبل رمضان كنا عاملين له اشعه بعد العمليه عشان نشوف برضك الدنيا ماشيه ازاي. فالحمد لله يعتبر عند يوسف الدنيا استقرت شويه، لسه بقى الجزء السفلي اللي هو ايه في الفك من تحت ده، بس الحمد لله احنا بنحمد ربنا يعني، وبشكر الدكتور طارق ووقفته جنبنا يعني، وبنشكر رئيس الوزراء على الفتوى السريعه ديت، ان هو يعني لحق العين، العين دي كانت قربت تنتهي خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يطمنك عليهم، ربنا يطمنك على يوسف واحمد. استاذ محمد انت بتشتغل ايه؟ انا عامل في ورشه زجاج في جاري الجراح، جاري جنبنا كده. عامل في ورشه زجاج، وبقالك قد ايه عامل في هذه الورشه؟ انا بتشتغل فيها حوالي بقالك قد ايه؟ بقالي 13 سنه. 13 سنه. اه وبتقبض قد ايه؟ والله، ولا قد كل ما بتقدمي في المكان ده كل ما مرتبك يعني ايه بيزيد يعني، مش كله زي بعض. يعني باليوميه، باليوميه اه، على حسب الشغل اللي بيدخل في الورشه. على حسب الشغل اه. وبعدين هي الدنيا بتبقى هناك مش كله زي بعضه، المرتبات في البلد ديت مش زي بعضها يعني، كل ما بتتعلمي حاجه كل ما انت اجرك بزيد، كل ما بتتعلمي حاجه كل ما طب اجرك وانت بزيد. مش بتشتغل، بتشتغل على نفسك، بتنمي من قدراتك، بتعمل ايه علشان تعلم نفسك علشان يعني تقدر تجيب فلوس اكتر؟ والله هو كله تعليم يعني، كل نظام الورشه او الحفر اللي احنا بنشفره على الزجاج ده بيبقى نظام، مثلا الكوبايه او الكاس بيجي ساده وانت بتعملها لها حفرايه، بالحفره دي مثلا بتترسم بذهب، بيخش فرن يتحرق. فانت بقى في الحاجات دي كلها بتبقى عايزه ايه، ذاكره حلوه، عايزه دماغ شغاله، عايزه مجهود برضك ذهني طبعا. والايد المصريه عشان بتتلف في حرير. ما نفسكش اه. في حاجه، ما نفسكش في حاجه يا محمد؟ والله نفسي اشوفهم في احسن حاله، ان شاء الله. دي اللي نفسي انت فيه والله، ان شاء وربنا الله يوفقهم لاجل ربنا الحلال. كريم، وان شاء الله باذن الله تطمن عليهم والعلاج يتم على خير. ولكن انت شخصيا ما نفسكش في حاجه؟ لا والله اللي نفسي فيه ان هم بس اشوفهم في احسن حاله بس. ربنا يطمنك عليهم، وان شاء الله باذن الله يبقوا شباب زي الورد. احمد ويوسف محمد عبد العظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يحفظك ويكرمك ويخليك ليهم. محمد عبد العظيم والد يوسف.